هاي انت جيت يا خيبان يا ندمان يا كحيان، فين الأجرة فين؟ يظهر بتسأل على أجرة الدكتور، خلاص المدير ده في حاله هيخصمها عليا آخر الشهر. يا أخي إلهي ما يجي عليك ولا شهر ولا جمعة ولا يوم ولا ساعة ولا دقيقة. يا نصاب يا حرامي، فين أجرة الأوضة اللي بقالك ست أشهر ما دفعتهاش؟ طلع أجرة الست أشهر لحسن أروك فيك ست أشهر. يا بنت اللذينة، أنت عرفت كمان حكاية الأجرة؟ أنت هتسوق العبط؟ هتستهبل؟ الله لا اتعدل لحسن والنبي يحجز على هدومك وخلي لي ما يشتري اتفرج. الله يخرب بيتك.